الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم بأهل الخير من أهليهم ودور الخير من دونهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نحن اليوم في محافظة مأرب نزف 4 من ضباطنا الذين ضحوا بدمائهم لأجل تطهير وطننا الغالي، ونحن الماضون على دربهم بإذن الله تعالى إلى أن نطهر وطننا الغالي من دنس الرافضة المعتدين. فوطننا غالي وترابه غالية، ونحن نسقيه بدمائنا إلى أن نطهره، ونحن الماضون على دربهم بإذن الله تعالى. وبالنسبة للعمليات في محور البقع، عمليات متقدمة والله الحمد، إلى عقر دار العدو المجوسي، وبإذن الله تعالى ما هي إلا أيام قلائل، وستسمعون ما يسركم ويسر كل وطني حر الذي منتظر إعلان تطهير تراب الوطن الغالي.